من واشنطن ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي إيلي يوسف. سيد يوسف، يعني تقييمك لتصريحات نائب الرئيس الأمريكي وأن الولايات المتحدة متأكدة من ضلوع إيران في هذه الهجمات وأنها على استعداد تام للرد. مساء الخير لك ولضيوفك. طبعا هذا التصريح الذي أدلى به مايك بنس اليوم في معهد هيريتج قد لا يكون جديدا لناحية يعني إعادة تكرار ما قاله الرئيس الأمريكي على امتداد الأيام الماضية، وطبعا ويعود ويطلق أيضا تصريحات قد تكون في الشكل أيضا متناقضة معها. على كل الأحوال يعني هناك شبه تأكيد أو تأكد من قبل الإدارة الأمريكية بأن الذي يقف وراء هذه الهجمات هي إيران، وبالتالي كما يعني ذكر تقريركم أو الأخبار التي كنتم تزوعينها قبل قليل، هناك معطيات جدية لدى الاستخبارات الأمريكية والأوساط العسكرية حول المسار الذي سلكته تلك الصواريخ والطائرات المسيرة التي صادفت منشآت شركة أرامكو. ما هو مطروح وبالتالي ما الذي يمكن أن تقدم عليه الولايات المتحدة؟ هذا الأمر يعني بما أنه حتى هذه اللحظة لم يجري الكشف رسميا عن تلك النتائج، الولايات المتحدة تأخذ وقتها على ما يبدو من أجل دراسة ما يمكن القيام به، خصوصا وأن يعني الرغبة في دخول الولايات المتحدة بمواجهة مباشرة مع إيران حتى هذه اللحظة ليس هناك إجماع لا داخل إدارة الرئيس ترامب ولا مع المؤسسة العسكرية الأمريكية التي تحذر. ماذا عن الرؤية السعودية سيد يوسف؟ يعني الولايات المتحدة هي من تؤكد ضلوع إيران، ماذا عن الرؤية السعودية لهذا الأمر؟ حتى هذه اللحظة لم نسمع يعني موقفا رسميا مباشرا يشير بشكل محدد إلى أن إيران هي التي قامت بتنفيذ هذا الهجوم. بالأمس يعني التحالف الذي تقوده السعودية أعلن أن الأسلحة التي استخدمت هي أسلحة إيرانية، لكنه لم يؤكد إذا كانت إيران هي التي تقف وراء هذا الهجوم. وبالتالي هل القيادة السعودية تنتظر وصول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي توجه اليوم نحو السعودية لبحث كيف يمكن الرد، وبالتالي من أي جهة سيعلن رسميا عن إيران أو اسم إيران بشكل مباشر بأن شكل الرد من وجهة نظرك هل يمكن أن يكون الرد عسكريا هذه المرة بمواجهة عسكرية مباشرة؟ أنا لا أعتقد ذلك. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي مؤشر إلى إمكانية القيام بأي عمل عسكري على الأقل من الناحية الأمريكية. الأمريكيون يصرون على عدم الدخول في أي مواجهة عسكرية، هذا الأمر إيران تدركه وهو الذي أدى أو سمح لها في المقاومة وبالتالي الدخول في هذه المخاطرة وتنفيذ الهجوم على أرامكو، لأنها تعتبر بأن الولايات المتحدة ليست مستعدة للدخول في أي مواجهة عسكرية، وإقالة جون بولتون أعطاها إلى ما يعني ما يمكن وصفه بالتنفس أو النفس الذي حاولت من خلاله اختبار مدى صبر الولايات المتحدة، لكن للأسف الذي يدفع الثمن هي الدول العربية وليست الولايات المتحدة في هذه المواجهة إذا حصلت يعني لا سمح الله. إذن من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي إيلي يوسف، شكرا جزيلا لك.